السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في أول محاضرة لنا في مادة توجيه السلوك، وإحنا بإذن الله في هذا الكورس حنتكلم فقط عن الأطفال إلى عمر 12 سنة. قبل ما نخوض في المادة، خلونا نعرف ما هو السلوك أو ما معنى السلوك. السلوك هو طريقة أو تصرف، ودائما يكون في خلفه دافع. طب إحنا لماذا نصدر هذه السلوكيات؟ أو لماذا يقوم الطفل بسلوكيات معينة؟ لكل سلوك هدف، وهو الوصول لنتيجة ما. مثال: أنا عندي جار جديد وحابب أن أعقد صداقة معه، فحسلك سلوك معين حتى أصل للنتيجة اللي هي الصداقة. ممكن أن أصبح عليه كل يوم، ممكن أزوره، ممكن أهديه هدية. فهذه السلوكيات كلها من أجل الوصول لهدف معين أو نتيجة معينة. كذلك الأطفال يصدروا بعض السلوكيات من أجل الوصول لنتيجة معينة. سلوكياتنا جزء منها وراثي وجزء مكتسب. إحنا ما حنخوض في الجزء الوراثي لأنه ده جانب طبي وما حنتكلم فيه، لكن حنتكلم عن السلوكيات المكتسبة وكيف نكتسبها وكيف نقدر نعدلها لما تكون سلوكيات غير جيدة. وهنا خلينا نذكر تجربة العالم جون واتسون. ماذا عمل؟ أولاً، جون واتسون هو عالم أمريكي. أحضر طفل عمره كان فقط 11 شهر. وضع الطفل في غرفة ووضع معاه فأر صغير. كان الظاهر أنه الطفل اللي كان اسمه ألبرت يستلطف هذا الفأر وما كان بيخاف منه، وأبدى تعاطف وإعجاب بالفأر. وفي وقت لاحق كان عندما يقترب ألبرت من الفأر يصدر جون واتسون صوتا مرتفعا، ومع تكرار التجربة أصبح الطفل يخاف من الفأر، ومن ثم أصبح يخاف من أي شيء لونه أبيض مكسوا بالشعر. ما الذي أثبته جون من هذه التجربة؟ أثبت أن اكتساب الخوف ممكن تحقيقه من خلال التكيف الشرطي، بما معناه أنه الشخص يكتسب سلوك معين من خلال منبه معين، من خلال تكرار الموقف أكثر من مرة، كما فعل جون مع الطفل ألبرت. وهذه التجربة بتثبت أيضا أنه كثير من سلوكيات أطفالنا هي سلوكيات مكتسبة. طيب، لماذا يسيء الطفل السلوك أو لماذا يصدر سلوك غير جيد؟ هناك 4 أسباب رح نقوم بدراستها في هذا الكورس بإذن الله، وهي: أولاً، نقص حاجة من حاجات الطفل الأساسية، الجهل بخصائص نمو الطفل، الجهل بمعرفة نوع ذكاء الطفل، ونقص خزان عاطفة الطفل. وفي المحاضرات القادمة بإذن الله حنشوف كل سبب ونتعرف عليه أكثر. والآن أقول لكم إلى اللقاء، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created using Powtoon.